فكرة من هاي الفعالية هي طبعا بعنوان المعتقلون ينتظرون الشمس. فالفكرة من هذا من هاي الفعالية هي بصراحة انه نحن نطلع هاي الاطفال اللي موجودة من جو الحرب اللي هن موجودين فيه خلال 5 سنين او 6 سنين من القصف والدمار. طبعا الامر يلي موجود او الهدف من هذا الحفل هو لفت الانتباه من الجهات المانحة والجهات الخيرية المسؤولة والمعنية عن هذا الأمر بأنه هاي الشريحة نحن ما بدنا ننساها. المعاناة اللي عم تشوفها هاي الأطفال هي ما بتقل عن المعاناة اللي بيشوفها اليتيم يلي هو أبوه مفقود واندفن تحت تراب.